السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين على ماماني، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن المشد وطريقة استعماله واستخدامه وازاي تغسلوه وكل المعلومات وكل حاجة عن مشد الجسم. ايه المشد؟ المشد اللي كنا بنسميه الأول الكورسيه أو الحاجة اللي احنا بنلبسها وبتقلل الجسم شوية وبتخليكي كمان تلبسي اصغر من مقاسك، يعني الحاجه اللي صغرت عليكي تقدري تلبسيها. هنفتح ونشوف شكله، بس انا بوريكم الكيس بتاعه. اول ما اشتريته اهو وجربته طبعا وقسته ومريح جدا وجميل جدا. يلا بينا نتكلم عن كل حاجه تخص المشهد. ما تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في عالم اماني لو لسه ما اشتركتيش معايا. يلا بينا نبدأ ونقول أول معلومة عن المشد. المشد اللي بالشكل ده اللي بيبقى كده ده بيكون اسمه مشد كامل. المشد الكامل واحنا بنتكلم كده نفتحه. المشد الكامل اللي هو بيبقى في المناطق دي كده اللي هم اهو مكتوب عليه، حتى بيعمل على شد منطقة الفخذين والمؤخرة والبطن وتجليس العمود الفقري وحرق الشحوم وشد الترهلات من خلال الخياطة بتاعته المزودة بكمان حمالات التثبيت. هي دي حمالات التثبيت، تمام كده. يلا بينا نفتح ونشوفه الكيس بتاعه وهو بالشكل ده. دي الصورة بتاعته خلاص كده، ده المشد بتاعنا اهو، ده الشكل بتاعه، دول منطقة الفخذين بالشكل ده اهو، وده الحمالات بتاعته عشان التثبيت، تمام كده. كده شفنا شكله اهو. نتكلم بقى عن كل معلومة ان شاء الله هنقولها بتهمنا في استخدام المشد. خلي الصورة بتاعته كده عشان يبقى واضح اكتر اهو. المشد ده بينقص منطقة البطن اللي هي هنا كده، وبينحت الخصر اللي هما الاجناب والجسم كله، لان ده زي ما قلنا مشد كامل. بيخليكوا تلبسوا اللبس اللي اصغر او اللي صغر عليكوا، يعني مثلا نمرتين ثلاثة زيادة، نمرتين يعني اقل نمرتين ثلاثة عن وزنكم. لازم لما تلبسوه تتحركوا بيه، يعني تكونوا بتتحركوا مش تلبسوه تقعدوا. وبس ما بننامش بيه يا جماعة، يعني بنلبسه مثلا في أول يوم هنقول ازاي وايه الساعات اللي هنلبسه فيها، يعني زي ما قلنا كده بنعمل ايه، بنلبسه طول النهار انما ما بننامش بيه بالليل، يعني قدامك لطول النهار تلبسيه براحتك جدا. الاسبوع الاول مثلا ممكن تلبسيه كل يوم ساعة، اما الاسبوع التاني كل يوم ساعتين وهكذا حتى توصلوا للساعات اليوم كله، يعني توصلي لعدد ساعات تكون من 10 من 8 ل 10 ساعات حسب قدرة كل واحدة. يعني مثلا لازم تتعودوا عليه بالتدريب عشان ما تزهقوش منه بسرعة، وعلشان كمان الجسم يتعود عليه وتقدر ان انت تتحركي فيه بسهولة. يعني بعد كده عايزة اقول لكم ان هو مريح جدا جدا، يعني بصراحة مريح 100%. بيدخل البطن، بيدخل الخصر، وكأنه بيصغر المعدة، بيخليكي تاكلي اقل من مثلا كنت بتاكلي مثلا رغيف يخليكي تاكلي نص، بتشبعي بسرعه، يعني
يعني مش بس بيخليك تباني اقل في الوزن، لا كمان بتحسي انك شبعانه وانت لابساه، بتاكلي عادي جدا بس بتاكلي اقل كميه من اللي كنت بتاكليها. لما تلبسوه البسوا الملابس ما تكونش ضيقه قوي عشان برضو ما يبانش ان انت لابسه حاجه تحت الملابس. في لونين منه، في البيج ده اللي انا جبته اللي هو اللون البيج ده، وفي كمان يعني زي بان بس في الكاميرا ليكوا وانا بشرح اهو، في لونين، في البيج وفي الاسود. طبعا البيج ده بتلبسيه في الملابس الفاتحة، تحت الملابس الفاتحة، اما اللون الاسود بتلبسيه تحت الغوامق، يعني لابسة اسود، لابسة بني، لابسة غوامق، بتستخدمي اللون الاسود منه. بس انا بصراحة جبت البيج لان البيج هيمشي مع الغامق ومع الفاتح، تمام كده. عايزة اقول ايه كمان، قبل ما تلبسوه يا جماعة نصيحة مني، اغسلوه لاني بيكون جاي من معامل او مصانع اللي بتصنعه طبعا عشان الناس اللي عندها حساسية من الغبار، او علشان انت مثلا جسمك حساس مش متعودة على لبس المشد. طريقة غسله ازاي؟ معظم انواع المشدات، يعني طبعا مش شرط المشد ده بس، معظم انواع المشدات هتحطيها على البارد، ممكن في الغسالة، بس انا شخصيا بفضل ان انت طبعا اوتوماتيك امنة جدا عليه، بس انا بخاف برضو لانه هو مطاط، انا هوريكوا ازاي دلوقتي مطاط، فانا بخاف جدا ان هو برضو المطة بتاعته تروح من الغسالة او كده. تنقعيه في مية والسائل الغسيل بتاعك مدة ساعتين تلاتة فعشان الغسالة ما تأثرش عليه، انقعي طبق فيه السائل الغسيل او المسحوق يعني بتاعك وبتنقعي فيه المشد. طبعا المشد ده عايزة اقول كمان ان هو بيتلبس على الجلد، ما ينفعش تلبسيه على ملابس عشان المنطقة تعرق، يعني اللبس الجسم بتاعك يعرق، وطبعا لما يعرق بتفقدي دهون وبتفقدي وزن من وزنك. لازم يكون الجسم نضيف، يعني واخده الشاور بتاعك قبل ما بتستخدميه برضو علشان التعرق يكون صحي في الفترة اللي انت هتلبسي فيها المشد، او تمسحي المنطقة يعني اللي انت جايبة المشد ليه، بتجففيها كويس جدا جدا، لازم تكون ناشفة جدا جدا، يعني مش معنى ان انت هتاخدي الشاور تكون مبللة، لا طبعا نشفيها كويس قوي قوي. وممكن تمسحي المشد كمان من جوه عشان ما يعملش حساسية من السموم والدهون اللي بيخرجها الجسم. يا رب اكون قلت كل حاجة. عايزة اقول ايه تاني، بالنسبة للقياسات، هو ممكن طبعا مقاسه يتغير، لو خسيتي بتحسي ان هو وسع عليك شوية، فدايما لما تيجي تجيبي مقاس اقل منك. عايزين نقول ايه تاني كمان، عايزين نقول دلوقتي هوريلكم الخامة ان شاء الله بتاعته. عايزين نقول بقى المقاسات، ما تقلقيش بتبقى مكتوبة كمان على الشنطة بتاعته اللي هو جاي بيها. المقاس من 60 ل70 بتاخدي مقاس السمول، من 60 كيلو ل70 كيلو بتاخدي المقاس السمول، من 70 كيلو ل80 كيلو بتاخدي الميديوم، من 80 كيلو ل90 كيلو بتاخدي اللارج، بتطلبي مقاس لارج، من 90 كيلو ل100 كيلو لو وزنك كده بتاخدي اللي هو اكس لارج، اكس واحدة، لو 100 كيلو لغاية 110 كيلو بتاخدي 2 اكس لارج، من 110 كيلو ل120 كيلو بتاخدي 3 اكس لارج، لو انت 120 كيلو لغاية 130 كيلو بتاخدي 4 اكس لارج. دي المقاسات بتاعت المشد الجسم بتاعنا بالشكل ده. نشوف بقى الخامة بتاعته حبايبي عشان توضح في الكاميرا، بصوا
هو مطاط كده بصوا اهو، وبياخد شكل الجسم وبياخد مقاس الجسم وكل حاجة. شايفين المطة بتاعته اهي، ودي الحمالات بتاعته زي ما قلنا للتثبيت. يا رب تكون واضحة في الكاميرا اهي، بصوا. وده لغاية طبعا منطقة الفخدين برضو، شايفين المطة بتاعته تحفة يا جماعة. عايزة اقول لكم بصراحة مريح جدا جدا، وقطن من جوه. اوريكم برضو الخامة من جوه اهي، شايفين الوبرة بتاعته القطن دي، شايفينها قطن من جوه ومريح جدا جدا، حاجة بصراحة جميلة، حبيته بجد بجد. طبعا هنتكلم ان شاء الله بعد كده عن حزام البطن، وفي شورت التخسيس بس بيكون لغاية المنطقة دي كده بس اهو، بيبقى فيه دي ودي ولغاية المنطقة دي بس كده نصه يعني كده، بيبقى تلات ارباع الجسم. حلو برضو وجميل، مفيش اي مشكلة فيه. هنبقى ان شاء الله اعمل لكم برضو فيديوهات عن الحاجات دي باذن الله، قطعة قطعة فيهم ان شاء الله. بس انا جبته وحبيت اوريه لكم علشان المعلومات دي بصراحة كن اي ست بتحتاجها، وكمان لو رايحة مناسبة او حاجة بتحتاجي تلبسي ده تحت الهدوم بيبقى ممتاز جدا. في نهاية حلقتنا النهاردة يا رب اكون بتمنى كده اكون فدتكم، ولو ليكم اي استفسار سيبولي تعليق او اي سؤال سيبوها لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسونيش في الاشتراك، ما تنسوش الاشتراك في عالم امين. مع السلامة، ويا رب يكون المشاد والفيديو بتاع النهاردة مفيد بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.